السلام عليكم. يعني كنا حابين تكون قاعة مليانة، بس يبدو الطقس الفريزنج برا سبب من أسباب كل الأحوال. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته والبركات، وأهلا وسهلا بكم مجددا في أمسية راقية من أمسيات المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون والمنتدى الثقافي في دير. لا أبالغ أيها الأحبة إذا قلت إن موعدنا الليلة مع رجل استثنائي استطاع أن يصنع مجده بكد يمينه، أن يزرع أحلامه في حقول الغربة ليكدس محاصيله الوافرة فوق بيدر عمره. صحيح أن غالبية المهاجرين الذين قدموا إلى هذه البلاد من جبل عامر لم تكن رحلتهم مفروشة بالورد، وإنما ذاقوا الأمرين كي ينشئوا لأنفسهم حياة لائقة وكي يؤسسوا لأولادهم مستقبلا واعدا. لكن سالم سلامه تأبط أحلامه مذ خرج من برعشيت، بلدته العاملية الجميلة التي تطل على قلعة تبنين المتربعة غربا على إرث ثقافي ماجد يرتقي إلى زمن نصيف النصار وحمد المحمود وقبلهم الكثير، والتي تطل جنوبا على الامتداد الطبيعي لجبل عامر على الحلم المتربع فوق الثرى الفلسطيني المغتصب. سالم سلامة مثل جميع الفلاحين في برعشيت الذين ينتشقون صلابتهم في وجه التعب ويرفعون إرادتهم في وجه الوجع ويحملون حبهم الناضج مثل سنابل قمحهم ليزرعوا حقولهم حبا قبل الحب وليحصدوا محاصيلهم وفاء قبل الجنة. سالم سلامة وهو يعبر الكرة الأرضية من شرقها إلى غربها تأبط مع أحلامه الكثيرة إرادة فلاحي برعشيت وصلابة رجالها وطيبة ناسها، ولقد رأى إذ وطئت قدماه أرض هذه البلاد أن يفرش أحلامه سجادة عبادة وأن يسعى بكل ما أوتي من قوة لكي يجعل من هذه الأحلام حقيقة واقعة، ولقد كان له ذلك. لكنه دفع ثمن هذا الإنجاز عمرا من عمره، مثقلا بالتعب، متنقلا من عمل لآخر، همه من جهة أن يعيل نفسه وعائلته، ومن جهة ثانية أن يواصل دراسته، لأنه بلا الدراسة لا مجال لتحقيق الحلم. وكما يغرس الفلاح العاملي محراثه في التربة كي يفرخ المحصول وفيرا، غرس سالم سلامي أحلامه فراحت تعربش على جدران عمره مزهرة زاهية مزهوة بأبهى زينتها طارحة بركتها في كل اتجاه. كذا يكون الجنى وفيرا، وكذا تتحقق الأحلام. أمسيتنا أيها الأحبة مع قاضي القضاة في مدينة ديربون الدكتور سالم سلامة، والذي بحكم مهنته من جهة
ولعلاقاته الواسعة مع مختلف المؤسسات التابعة للجالية العربية، تراه على تماس مباشر وعلى اطلاع كبير على ما تواجهه هذه الجالية من مشاكل وهموم وما يعترض سبيلها من صعوبات ومطبات، ولعله خير من يحدثنا عن مجمل هذه الأوضاع ومن يجيب على أسئلتنا في هذا الصدد. القاضي سالم سلامة أيها الأحبة من مواليد برعشيد سنة 1959، أصغر مني بسبع سنين، حلق خليك. هاجر إلى الولايات المتحدة وهو في 15 من عمره، وجد لزاما عليه أن يعمل في أكثر من مجال كي يؤمن حياته وعائلته وكي يتابع دراسته. تخرج من الجامعة سنة 85 وقد حاز على شهادة الدكتوراه في علم القانون، مارس المحاماة لأكثر من ربع قرن، وفي سنة 2012 انتخب قاضيا لمحكمة المقاطعة 19 في مدينة ديرمون، وما زال حتى الآن، وقد عين مباشرة قاضي القضاة في المدينة لست سنوات، وأعيد تعيينه مؤخرا للموقع نفسه. كان له حضور فاعل للغاية في العديد من مؤسسات الجالية، وكان عضوا في مجالس الإدارة لكثير من تلك المؤسسات، ومنها ADC, Access, Bridges, Wayne County Homeland Security، الجمعية الدولية لوهب الأعضاء، كما كان رئيسا لكونغرس المنظمات العربية الأمريكية وللنادي اللبناني ولمجلس الأخلاق والآداب لمدينة ديرمور. حاز على العديد من الجوائز التقديرية وشهادات التنويه من كثير من المؤسسات. أيها الأحبة، رحبوا معي بسعادة القاضي الصديق الدكتور سالم سلامة الذي سيقدم مداخلة حول موضوع الأمسية، ثم ننتقل إلى الحوار وطرح الأسئلة. تفضل. أسعدتم مساء جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أدري إذا كان في قواميس لغتي كلام أرد به على هذه المقدمة من الدكتور السفير علي عجمي. الدكتور السفير علي عجمي صديق حميم، وقد أثنى وأطرى علي هذه الأمسية ربما أكثر مما أستحق بكثير. شكرا دكتور علي على هذه المقدمة الرائعة، وشكرا لكم جميعا على هذا الحضور الكريم. أتمنى في هذه الأمسية أن نسلط الضوء على بعض المشاكل والتحديات والمصاعب التي تواجه جالياتنا في الاغتراب، وربما عندما نتكلم عن التحديات والمصاعب لكي نكون موضوعيين ومنصفين يجب أن نقرن المصاعب والتحديات بالفرص والتسهيلات. قد سبقني الدكتور علي وتكلم عن الأحلام، وإن كانت أحلامنا لا تزال ترفرف على رواب الوطن في لبنان وفي الشرق، لكن لابد لنا من أن نقول أن هذه البلاد هي بلاد الفرص والأحلام أيضا. لا تتحقق الأحلام بمجرد أن نفكر بها ونتخيلها، ولكنها لابد أن تقترن بالفرص وتقترن بالإمكانيات. للأسف كلاهما مفقود عندنا في البلاد وفي الوطن، وكلاهما متوفر هنا بشكل واسع. فأتمنى أن يتثنى لنا هذه الليلة وهذه الأمسية الكريمة
أن نجيب على أسئلة المتابعين على وسائل التواصل وعلى أسئلتكم أيها الأحبة، وأن نتكلم بصراحة وبأريحية عن ما واجهته جاريتنا من صعوبات وتحديات في الماضي، وكيف وصلنا إلى هنا، وما هي السبل التي يجب أن نتبعها لكي نبقي على هذه المسيرة الناجحة الناضجة للجارية في ظل محاولات عديدة للأسف لزرع الشقاق ولاستيراد بعض الآفات التي عانينا منها في الوطن، وربما الكثير منا هاجر إلى الولايات المتحدة أو إلى غيرها من بلدان العالم هربا منها أو ليتخفف من أعبائها. فنتمنى أن تعود هذه الأمسية علينا جميعا بالفائدة المرجوة منها، وأن تكون الأسئلة يعني توجه الأسئلة بصراحة بدون تردد أو بدون يعني خوف من طبيعة السؤال. فلا يوجد سؤال بالنسبة لي أنا على الأقل، لا يوجد سؤال محرج، فأي سؤال أو أي استفسار أنا مستعد للإجابة عليه. الجارية اليوم تمر بمراحل محفوفة بالمخاطر، مراحل نجد فيها يعني التفوق الباهر لأبنائنا وبناتنا في الجامعات وفي شتى ميادين النشاط والعمل، وبالمقابل هناك العديد من شبابنا وشاباتنا يواجهون صعوبات نتيجة الآفات التي عانت منها كل الجاليات بأمريكا، يعني في الجالية العربية الأمريكية. وأنا أقول الجالية ما رح أقول الجاليات، لأنه إذا أنا بذكر يمكن بعد 11 أيلول أول ضحية للعنف كان رجل من السيخ بمدينة ميسو أريزونا، ووقتا قتل لأن القاتل افتكروا عربي. ففي الولايات المتحدة لا يوجد هناك جاليات لبنانية وعراقية وفلسطينية ويمنية، يوجد جالية عربية أمريكية، الكل ينظر إلينا بأننا جالية عربية أمريكية، وحتى البعض يخطئ ويضم إلينا جاليات أخرى نتيجة المظهر أو نتيجة الشكل. فما رح أقول جاليات عربية، رح أقول جالية عربية أمريكية، وهذه الجالية العربية الأمريكية تعاني اليوم من بعض الشروخ نتيجة مثل ما قلنا الآفات والعلل وبعض المشاكل اللي كنا نواجهها من تصدعات مذهبية وطائفية وأثنية، وهناك أصوات نشاز في كل الجاليات العربية تحاول اللعب على هذه الأوتار. فعلينا توخي الحذر لكي نتابع هذه المسيرة الناجحة لأبنائنا وبناتنا وجاليتنا العربية الأمريكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. الجالية العربية الأمريكية يمكن عندها كما الجاليات الإثنية الأخرى كالإيطالية والإيرلندية والهجرات الأوروبية الغربية اللي اجت على أمريكا والهجرات اللاتينية، في خواصم مشتركة بين كل المهاجرين في أمريكا، ويمكن كلهم هاجروا نفس السبب، أول يمكن ضائقات اقتصادية، وثانيا يمكن عدم استقرار سياسي في أوطانهم. وعندنا نحن كمان خصوصية، في عنا عادات، في عنا تقاليد، في عنا أسس. أحيانا الجالية تواجه مصاعب قانونية، مصاعب اجتماعية، مصاعب ثقافية، مصاعب اللغة، والتحديات عديدة، تحديات الانصهار بالمجتمع الأمريكي الأكبر والمحافظة ومحاولة المحافظة على الهوية والانتماء واللغة، يعني تحديات جمي وتحديات صعبة، ولكن بجهد وتكاتف الجهود وتضافرها بعتقد أنه فينا
نكون منصهرين ومتفاعلين تماما مع هذا المجتمع الأمريكي، وبالوقت نفسه نحافظ على الهوية ونحافظ على الانتماء ونحافظ على التواصل مع أوطاننا. أشكر لكم هذا الحضور الكريم، وأشكر جميع المتابعين على وسائل التواصل، وإن شاء الله نقدر أنه نجيب على أكبر كم من الأسئلة ونستفيد من هذا اللقاء، وشكرا لكم. وبعد ذلك سأترك المجال تحمله برعشين في قلبك، وهل حققت أحلامك وماذا بعد؟ يعني أكيد كنا عم نحكي قبل شوي على التواصل والانتماء والهوية. يعني نحن نحمل لبنان كله بقلبنا، وبالأخص الجنوب، وبشكل أخص أكثر برعشين. يعني مثل ما قلنا أحلامنا دائما ترفرف على روابع ذاك الوطن، ويمكن الكثير منا وغيري كنت أشرت إلى خصوصية الجالية العادية الأمريكية، إنه هذا التواصل مع الأهل ومع الوطن ومع اللغة ومع الهوية، يعني هذا محفور فينا. تربينا هيك، واللي فيه يقولوا إنه يعني الوطن ما بيتركنا ونحن ما بنتركه. فلهالسبب هذا بعتقد التواصل مع الوطن، ويمكن كثير مننا ضيع طاقات هائلة لانقسامه، يعني صار عنده إلى حد الانفصام بين إنه الأيام بتحلو عودة كريمة على البلد، وهوني ما استقر بالشكل اللي لازم يستقر فيه ولا قادر يرجع على البلد، في حين إنه الجاليات الثانية يمكن ما عندها خصوصية، بتجي فورا بتنصهر وتندمج بالمجتمع الأكبر وتعتبر إنه خلص هذا صار الوطن النهائي لها. فيمكن العرب الأمريكيين بيتميزوا بهالمسألة هي. يعني أنا بعرف مثلاً إخواننا من الجالية اليمنية على سبيل المثال، لحد كبير كانت هجرتهم تشبه هجرة اللبنانيين على الخليج العربي. وأنا على فكرة يعني يمكن أول شغل اشتغلتها كانت بين الجالية اليمنية بمنطقة تكس بمتجر، فكان يجوا يعني الرجال من الجالية اليمنية، إخواننا اليمنيين يشتغلهم وبتبقى العيال في البلاد. ولكن وقت اللي صارت الحروب والعدم الاستقرار باليمن والمشاكل الاقتصادية الجامة اللي واجهها، صاروا كمان عائلاتهم ينتحوا فيهم وهكذا. ولكن رغم وجودنا هون، يعني أنا مثل ما تفضلتوا أنتوا وصلت لهم كان عمري 15 سنة، ولكن يعني بحس أنه تواصلي مع البلد ما انقطع ولا ليوم. في مشكلة سلسلة بتعاني منها الجالية العربية بشكل عام واللبنانيين تحديدا، مشكلة الانتماء، ازدواجية الانتماء. يعني نحن ننتمي لمن؟ للوطن الأمريكي أو للوطن الأم؟ أين تقف من هذه الازدواجية؟ يعني إذا بدي أحكي من ناحية قانونية، يمكن أي شخص بيعرف اللي أخذ امتحان الجنسية يعرف أنه يصبح الوطن الأمريكي هو وطنه، وتصبح الولاء الغير منقسم هو للولايات المتحدة والوطن الأمريكي. ولكن طبعا نحن يعني نحن قوم عندنا كثير ارتباط بالأرض وارتباط بجذورنا، فأكيد مثل ما قلت قبل شوي أنه بتحس أنه أنت يعني مقسم موزع، حتى إلى حد أحياناً بيكون حالي من التايه بين الوطن الأمريكي ووطنه الأساسي. ولحسن الحظ أنه الولايات المتحدة الأمريكية تسمح بالزواج الجنسية يعني للمواطنين، فمن هالناحية هذه لك طبعاً بتكون الإقامة والولاء وتصبح أمريكا الوطن الأول، ولكن بدون ما أنه الواحد يبعد كثير عن جذوره وعن وطنه. فالولاء مسألة يمكن كل إنسان بخصوصيته هو بيقررها، ولكن يعني الولاء الأول والأساسي بيكون للوطن اللي هو مقيم فيه واللي تبناه، وطبعا بدون ما انه تسيق علاقته او ينهي ترابطه او تواصله مع وطنه الام. ما هي اكثر المسائل التي تشكل خطر حقيقي وفعلي على الجاليه العربيه، وكيف يمكن التصدي لها؟ يعني يمكن ما في يقول انه في مشكله اساسيه واحده بتشكل خطر على الجاليه العربيه الامريكيه،
في عنا عدة مسائل. في عنا أول شيء عملية يعني انقراض اللغة العربية وعدم المقدرة على التواصل، واللي هي يمكن خط الدفاع الأول للمحافظة على التواصل وعلى الانتماء وعلى الهوية. بالنسبة للمشاكل يعني الاجتماعية، في مشاكل اجتماعية جنبي، يعني نحن عم نعاني من إذا بدنا مخاط الانصهار الكامل بالمجتمع الأمريكي، وكل وهذا المجتمع يعاني من مشاكل عديدة، وخصوصا بالآونة الأخيرة صار عم بيعاني من مشكلة التمييز، من مشكلة الجرائم الكره، من مشكلة العنصرية. يعني هذه بلشت تطفو للسطح وتبرز بشكل كثير أكثر بكثير من الأول. يعني يمكن كانت الفترة الرئاسية اللي مرق فيها دونالد ترامب هي الأكثر شو اسمه يعني تظهيرا لهذه المشكلة. فبيظهر انه حتى امريكا تعاني هلا من مشكلة تحديد هويتها وشخصيتها. اصبح الجنس الابيض في امريكا او العنصر الابيض يعتبر حاله او بلش يقارب من كونه الاقلية الاكبر. يعني بنلاحظ انه الامريكيين من اصول لاتينية وهسبانيكس رح يصيروا الأقلية الأكبر، وإذا ما جمعنا معهم الأقلية الأفرو أمريكانز أو الأقلية السوداء بيصيروا أكثر من عدد البيض. بال 2016 لأول مرة بتاريخ أمريكا تتجاوز نسبة الولادات عند الغير بيض نسبة الولادات عند البيض. فبلش هوني، وطبعا في بعض المتطرفين اللي بلشوا يغزوا النزعة العنصرية وخوف من انه يعني يفقدوا زمام السيطرة على السلطة. وصلنا نلاحظ هذا الخطاب العنصري، الخطاب الكراهية اللي عم تعاني منه الجاليات كلها بما فيهم اذا بدنا نعتبر الجالية الاوروبية الامريكية البيضاء بامريكا. فهذه صار مشكلة عم يعني تتجاوز مداها الضيق وعم تنتشر بكل الولايات الامريكية. عم نلاحظ الكراهية الدينية، يعني طبعا تحت شعار حرية التعبير وحرية الرأي انه بيجي مثلا شخص من فلوريدا بده يحرق المصحف الكريم وامام المركز الاسلامي اللي هو المركز الاسلامي الاكبر بامريكا. يعني في ظواهر عم بتبلش تغذي النزعات المتطرفة والنزعات العنصرية بامريكا. فهذه مشكلة كبيرة يعني، ولازم تكون متحسبين إلى ومتهيئين إلى، ولا نواجه خطاب الكراهية وخطاب العنصرية بخطاب كراهية وعنصرية تاني. يعني ما يجري في الشرق الأوسط وما يجري في العالم اليوم له أكيد ارتداداته على الساحة الأمريكية، اللي هي كمان بلشت تعاني من المسائل هذه. يعني حتى في هلا أصوات انفصالية عم نبلش نسمعها بتكساس، عم نبلش نسمعها إنه ممكن يصير في حركات انفصالية بكاليفورنيا. من حوالي سنتين أو أقل شوي صار في محاولة لاحتلال المقرات الحكومية بلانسي واعتداء على الحاكمة بحاكمة الولاية. شفنا شو صار بالهجوم على البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية. فكل هذه يعني مؤشرات ودلائل تشير إلى أنه الوضع مش على ما يرام. فهذه المسألة تعاني منها كل الجاليات والجاليات العربية والإسلامية بشكل خاص، لأنه في هذه النزعة العنصرية المتطرفة اللي بعد أن نعاني منها أكثر كل ما حسوا هؤلاء المتطرفين العنصريين أنه زمام المبادرة ممكن يتفلت من إيدهم أو على الأقل تتغير السياسات. لحد هلأ إذا بنشوف شو صار بالمهاجرين على الحدود المكسيكية الأمريكية عن ولاية ترامب وكيف فصلت العائلات عن أبنائها وعملية كمان السيكرت أبدنس أو الأدلة السرية اللي حتى المحامي اللي عم بيمثل شخص معين ما فيه يطلع عليها، وتحت قصة الأدلة السرية فينا نهجر فلان أو فينا ننتزع الجنسية من فلان أو إلى آخره. وعم نعاني من النو فلاي ليست، يعني يمكن عدد كبير من الإخوان اللي عم بيسافروا هيدا أوقات يتعرضوا للمضايقات وهذا. يعني كل هذه مسائل ما كنا نشوفها وما كنا نسمع فيها من 10 سنوات. فهذا من التحديات الكبرى للجاليات، إضافة إلى
المشاكل الداخلية اللي عم بتعاني منها الجاليات فيما بين بعضها. يعني عم نسمع أصوات هلا لبنانيين كذا أو عراقيين كذا أو يمنيين كذا أو فلسطينيين كذا، فكمان هذه مسائل لازم نحاول قدر الإمكان يكون بالوعي بالثقافي بالندوات مثل هالندوه بالتواصل حتى نحاول نحد من التأثيرات السلبية اللي ممكن تطرح علينا. في حدث أمني صار بمقر الشرطة بدير، وكان نتيجته إنه قتل شخص من أصل لبناني. في كثير أسئلة حوله، بس ولكن بغض النظر طبعا لا أحد يوافق الرأي على أنه يعني يدخل شخص مسلح ويهدد ضابط شرطة داخل المقر، لكن في أسئلة كثير تتعلق بالحركة نفسها. ما هي آخر المعطيات لديه؟ هلا يعني يمكن انا ما في عندي كثير على هذا الموضوع، لانه بعد في تحريات وبعد في يعني بعد المساله قيد الدرس وقيد التحقيق. ولكن بشكل عام بنقول انه اي شخص مسلح بفوت على مكان وبحاول يطلق النار او يتظاهر انه بده يطلق النار، يعني من صلب عمل البوليس او دائره الشرطه، حتى لو هذه كانت خارج دائرة الشرطة، كانت بالشارع مثلا، العقيدة عند الشرطة انه بمجرد ما حدا يسحب سلاح البوليس مضطر يسحب سلاح ويقوس للقتل، يعني مش ليجرحه او لينتزع منه سلاحه، بمجرد ما سحب سلاحه بده يقوس ليقتله. هذه شغلة. الشغلة الثانية، لسوء حظ الشاب اللي يعني صارت معه الحادثة الله يرحمه، انه اجى بوقت كثير كان سيء. دائره البوليس بدير هون عاده من احد الصبح او يوم الاحد بشكل خاص بيكون فيها يعني تواجد غير عادي بالنسبه للناس المواطنين. في بقضايا الطلاق اوقات بيكون في حاله جفا بين الزوج والزوجه، ما فيهم يقدروا بالنسبه لحضانه الاولاد وتبادلهم، يعني ما بدهم يتواصلوا مع بعض، او بيكون في امر من المحكمه انه ما لازم يحتكوا مع بعض، فبيختاروا انه الشخص اللي بيكونوا معه الاولاد يجيبهم على دائره البوليس وبيجي الشخص الثاني بيتسلموا من هونيك. فبهالحاله هذه بيكون في ناس رايحه وناس جايه، وسيئه بدي نفس الوقت اللي صارت فيه هذه القصه كان السلفيشن ارمي والجود فالو أو بالديهم جود فالو كانوا كمان موجودين هونيك، موجودين يعني بشكل كبير. فكان في عدد كبير من الناس اللي ما فيك أنت يعني بهالحالة هذه يكون عندك وقت كافي لتحاول تفسر شو عم بصير. فعلى حسب الرواية إنه فات هذا الشاب وشعر سلاحه وحط إيده على زناد وضغط على زناد، يعني ففورا البوليس هوني بدون اي تردد اطلق النار. فالقضيه بعد عم بصير فيها تحقيق اذا صار في تقصير او شيء، وطبعا في كاميرات وغيرها، كلها مشكله ستيت بوليس اللي هو يعني مستقل عم بحقق بهذه العمليه. بس يعني حادث مؤسف وكان بنتمنى تكون نتيجته غير هيك، بس هذا اللي صار يعني، وصار بوقت كثير يعني سيء بالنسبه للموضوع، لانه بتعرف بقضايا دائما بنسمع domestic violence او العنف المنزلي او العنف العائلي، توصل للامور لهالمساله، بكون زوج او زوجي متدلقين وفي بيناتهم مشاكل، مساله الغيره، مساله كذا، فدائما بصير في عمليات محاوله قتل او خنق او هذا، وصارت هي بهالتوقيت هذا مما يعني اضاف لشو اسمه لحساسيه الموقف. سالم من دشن تخبى ورا صابعنا، بالجالي عم بتصير حالات مؤسفة ما بتسمع بوسائل الإعلام إلا ألقي القبض على صيدلة بتهمة كذا، ألقي القبض على دكتور بتهمة كذا، ليش؟ سؤال إنه يعني عجب أمر مؤسف إنه شخص ناجح ولديه من الأموال طائلة، لماذا؟ يعني لماذا كل ذلك؟ كيف يمكن أن نمنع تفشي هذه الحالات؟ يعني أنا برأيي هذه قصة الجشع
أو الطمع إلى حد ما، أو المحاولة المنافسة الهديمة اللي أنا بسميها منافسة هديمة، يعني الكل بده يحاول يكون أحسن من الكل، وهي الطبيعة البشرية يعني هيك مبنية هيك سبحان الله. للأسف يعني مثل ما عم بتقول هذا الشخص اللي بيتعب هالسنوات الطويلة لحتى يحصل على شهادة الدكتوراه بالصيدلي أو بالطب أو بأي مجال تاني، مش هتمن بأي مجال تاني. طبيعة البلد هون، وبنقولها للكل إنه طبيعة البلد هون واسعة وما في جهاز يعني بشري أو حتى جهاز تقني يراقب كل الناس أو يتحرى عن كل الناس. بس بمرور الوقت كل المسائل هذه بتتكشف. يعني بتلاحظ أنت بيجي اليوم تصدر مذكرة توقيف بحق فلان الفلاني، بعدين بتعرف إنه له مثلاً 4 أو 5 أو 6 أو 7 سنين تحت المراقبة وعم بيراقبوا. فلا شك إنه في تجاوزات، في أوقات يعني جشع بشكل إنه إذا مرقت هالقصة أول مرة بتمرق تاني مرة وتالت مرة ورابع مرة، فالواقع هو غير هيك، مخالف لهيك. هلا ممكن تمرق مرة وتنتين وتلاتة بس. والمؤسف أيضاً إنه واحد يعني بيعمل شغلة يتمثل الآخرين فيه ويصير يعملوا مثله، وهيك يعني بصير الحبل على الجراف، وشخص بيأذي واحد واثنين بيأذوا أربعة وهكذا. فيعني هذه مسألة بتصير مسألة قرار، يعني قرار عند الشخص إنه هل إنه هو بيكون مستعجل كثير. على فكرة يعني معظم الأخصائيين عندنا، معظم الناس سواء صيادلي أو محامين أو دكاترة وغيرها بيوصلوا، يعني بيوصلوا، والبلد واسعة والمجالات والفرص متوفرة يعني بشغل وبجد وبكاد بيوصل للإنسان وبيحقق. يعني اللي بده يحققهم سنتين أو ثلاثة معناش ياخذ 7 أو 8 رح يحققهم، رح يحقق نفس الشيء، رح تاخذ مدة أطول بس بطريقة قانونية وبطريقة سليمة وبطريقة فيها ضمير حي. يعني بعض الناس اللي عم يعملوا هيك يعني بكون بيت الضمير الإنساني فيهم، فهودي ما بعتقد له العلاج. طيب أستاذ سالم، ما في من المعروف بأوساط الجالية إذا بتسأل أي رجل دين بيقول لك حالات الطلاق مواطن اللبناني بهالحالة، عم بركز على اللبناني أكثر لأنه ارتباطنا وتواصلنا أكثر معه، أنه يقع بين في إشكالية بين القضاء الأمريكي من جهة وبين الشرع من جهة تانية. أنت برأيك أي الأصح للمواطن اللي عم يواجه حالة مثل هيك؟ كيف يتخلص من هذه الازدواجية بين القضاء الأمريكي المدني وبين قوانين الشرع اللي سببنا نحن الميكروفون يا دكتور علي؟ يعني هو أساسا ما في ازدواجية دكتور علي. القانون الأمريكي واضح، القانون الأمريكي recognizes any marriage or divorce if it is valid at the date and time of its inception. بمعنى القانون الأمريكي يعترف بأي طلاق أو زواج إذا كان هذا الطلاق والزواج سير مفعول حسب قوانين المرعية الإجراء بالدولة اللي بصير فيها. يعني بنلاحظ إذا واحد متزوج بلبنان بس يجي على أمريكا بترجم وصية الزواج ما بيتزوج مرة تانية، وإذا بيكون موجود بأمريكا وبده يطلق ما في روح يطلق عند الشيخ. إذا طلع عند الشيخ بيكون يمكن عمل طلاق شرعي بس بيبقى بنظر القانون وبنظر الدولة هون مزوج حتى يتطلق بالأمريكاني، لأنه أنت بمجرد ما خضعت للقوانين الأمريكية ما فيك تستبدلها بقوانين دينية. هلا مسألة الشرع بتصير بينه وبين زوجته وبين الشيخ. هلا القانون الأمريكي بيقول إنه بدك تتطلق بالأمريكاني، يعني بده يصير طلاق مدني. هلا المشكلة اللي كانوا يعانوا منها بالسابق، ويمكن بعض القضاة اللي بالفاميلي كورت عندهم الكفاءة يجيبوا على السؤال أكثر مني أنا، لأنه نحن بالمحكمة عندنا قضايا ما في قضايا طلاق، قضايا طلاق بتروح على الفاميلي ديفيجن على المحكمة العائلات بوين كاوني. كانوا يواجهوها إنه يطلق الزوج بالعربي، يعني وهذه كانت مسألة تعاني منها الزوجات، انه يطلقها مدنيا
بس إلا ما رح أعطيك شيء وما رح أقلك بالشارع إلا لتتنازل عن كل شيء والآخره، يعني عملية أوقات ابتزاز. فاللي بعدين صار إنه صارت المحاكم الأمريكية هي ما لها حق تتدخل بالشارع وبالدين، بس صار في تسهيلات وصار في إلمام أكثر بعد ما صار في قضاة مسلمين وعرب، وبعد ما صار في يعني الجالية العربية الأمريكية صارت الأعداد تفرض على الدولة إنه تعالج هذا الموضوع. تمت معالجة هذا الموضوع، وهلأ صار فيه يقولوا له للزوج إنه إذا ما رح تطلق يا زوجتك كذا في مسائل إجرائية رح ناخذها بحقك وهكذا. هلأ بالنسبة لقضية الطلاق يعني في الحضانة في كذا في الآخرية، هذه كلها مسائل بدها تتعالج على حسب القوانين الأمريكية، ما فيك تعالجها على حسب الشرع. الشرع يعني تصير مسألة بينه وبين زوجته إنه بالنسبة للشرع، بس بده يتطلق ما في يتطلق أو بالشرع ويعتبر حاله تطلق بنفس القرار. ولا طبعا هذه كلها القوانين عم تتغير، يعني يمكن الولاية صرفت عدد مرقوم من الملايين وقت تتغير القانون وصارت قصة يعني المثليين صاروا يقدروا يتزوجوا. وكان يعني مثلا القانون الأمريكي يعرف الزواج هو اتحاد أو union between a man and a woman، هلا it's between two individuals or two persons. فيعني في هالمسائل القوانين الأحوال الشخصية والقوانين الشخصية عم تتغير وعم تتبدل على حسب تطور المجتمع وعلى حسب احتياجات المجتمع. فإيه بالنسبة لقضايا الزواج والطلاق ما في ازدواجية، يعني هلا أوقات شخص من الأشخاص بروحوا زوجته على لبنان بتلقها هونيك وبيرجع لهون، ما 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 بتزبط. إذا هي طعنت بهذا الطلاق القانون الأمريكي ما بيعترف فيه إذا صار في طعن. إذا هي وافقت إنه إيه هذا ماشي الحال، بس إذا هي ما وافقت تعتبر بعد متزوج وفيها طبعاً بهذا الطلاق، لأنه هي مواطنة أمريكية وإلى حق تحت القانون الأمريكي تقدم للطلاق البلدي. أمر شبيه كنا سابق لما كنت بالقنصلية قنصل عام هون، بتذكر كان إذا تزوج الواحد هون لا يعني كنا نقبل يكفي أن يذهب إلى رجل الدين بيعمل عقد الزواج بجيب لنا على القنصلية بنسجله بيروح على بلاد بيتسجل. لا من مؤخرا من حوالي عدة سنوات صار الأمر معكوس تماما، صار شرط أساسي لكي يسجل الزواج أن يكون استنادا إلى العقد المدني الأمريكي. طيب عاد تجوز واحد بالأمريكاني ما تزوجش عند الشيخ، راح على بيروت وصل تزوج مدنيا ولكن المحكمة الشرعية لا تعترف به. وين عم يعني بعد الإشكال قائم بعد الإزدواجية كيف نخلص من هذا الأمر؟ يعني بده يصير تطوير لقوانيننا نحن، لأنه القانون الأمريكي واضح، القانون الأمريكي بيقول لك أي زواج أو طلاق يدخل فيه يعمل به شرعيا اذا كان موجود، اذا كانت الدوله اللي انعمل فيها بالوقت اللي انعمل فيه مجرية الاجراء. يعني ما فيك انت تطبق القانون اللبناني على مواطن امريكي اذا هو يعني بده يتزوج، اذا تزوج مدنيا هون هلا المحكمه الجعفريه اذا بدها تعترف فيه او المحاكم الشرعيه اذا بدها تعترف فيه او ما بدها تعترف فيه، هن بدهم يطوروا القانون من عندهم. بس القانون الامريكي واضح لانه ما بيعترف بالزواج الديني، يعني في يمكن النورمانز بس من اللي يعترف بزواجه كونهم هني أقدية دينية. مورمانز موجودين بولاية أريزونا أو بولاية مينيسوتا، هودي يعني لهم قانون خاص في القوانين اللي تعالج الانديان ريزرفيشنز اللي المحميات اللي فيها أهل البلاد الأصليين، هودي بيمشوا على قانون. بس كل الناس التانيين بتمشي على القانون المدني الأمريكي، ولا يسمح القانون المدني الأمريكي إنه مواطن أمريكي يتعرض لعملية طلاق أو زواج ببلد تاني ويعترف فيه هون إذا هو ما بده يعترف بهذا الزواج أو بهذا الطلاق. أنا يعني حيصير لي تقريبا السنة الجاية بكون صار 20 سنة أول مرة بجي على البلد من وقت لهلا. في أي مناسبة تسمع على المنابر يجب أن نؤسس مراكز لرعاية المدمنين، يجب أن نركز أن نؤسس بيوت لدور للعجز، من 20 سنة ولليوم الكلام نفسه. من 20 سنة كان في كل الشباب بيعرفوا، كان في بديرهم كلها كان في 4 مراكز إسلامية. قديش صار في هلا؟ لماذا هذه الهرولة باتجاه
تأسيس وبناء وتشييد مراكز دينية من مختلف التوجهات، فيما الحاجة أكبر بكثير لرعاية، تعرف طبعا تعرف أنت أكثر منك أو أكثر منا كلمة، قديش في حالات إدمان، قديش في حالات انتحار من جراء الإدمان وجراء المشاكل النفسية. لماذا الوضع؟ كيف نخرج من هذه الدوامة التي نعيش فيها؟ يعني يمكن هذا السؤال بدك توجه لرجال الدين. أنا ما صحيح اللي عم تقوله 100%، وسمعنا هذا الحكي وما زلنا نسمعه، ويعني ويجري التركيز على بناء هذا. لا مش غلط انه تبنى المساجد والمؤسسات وهذا، ولكن انه يعني انا مش شايف زحمة مصلين انه كل المراكز غاصة بالناس لحتى نحتاج هذا الكم الهائل وبمساحة جغرافية ضيقة. يعني هلا ممكن الواحد يعني اذا في تباعد جغرافي يقول اوكي، يعني مثلا بكل الاحوال سؤال وجيه، وبتمنى ان يكونوا يعني رجال الدين عم يسمعوا الاسئله. وكوننا نحن بالمركز العربي يعني لا شك بدايه من المركز العربي هو بيأمن يعني عدد كبير من الخدمات اللي انت تفضلت فيها. هلا كمان في مشروع انه ممكن يصير بعض التصنيف الاخير للعرب الامريكيين يضيف على السنسز مينا، واللي هي الميدل ايسترن نورث افريكان، بالسنسز الجاي ان شاء الله تتحط كجدول معين، تصير الاقليات فيها كاقليه، بنصير فينا نستفيد من الهبات الفدراليه والهبات تاعت الستيت لتاسيس هذه المراكز. يعني في هلا مثلا المركز العربي في هايب في النادي اللبناني يعني بيأمنوا خدمات بالنسبه للادمان، بيأمنوا وين كاوني منتل هاف بتأمن يعني خدمات للي بحاجه لخدمات بالنسبه لمساله الادمان، بالنسبه للمسائل اذا بدنا نسميها العقليه او العاطفيه، بتأمن الناس اللي عم بيعانوا من امراض عصبيه كمان بتأمنه. بس اللي عم بيأثر اكثر بجيلي هو يعني اذا بدنا نقول الستيغما، او هي عمليه الـ يعني الهروب من الواقع والتعيب من الموضوع. يعني يمكن اوقات بتحس العائلات انه ما فيها تحكي بالعلن عن قضيه ادمان لبنت او لابن او لخي او لاخت او شيء من هالنوع، بيحاولوا انه تضل المساله محصوره. بس هذا توجه غلط. يعني عمليه الادمان مرض مثل اي مرض ثاني، مثل مرض السرطان او مثل ما يعني مثل ما الامراض السرطان او الامراض الخبيثه اوقات تعالج بعلاج كيميائي وغيره، كمان عمليه الادمان تعالج بنفس الشكل، في مصحات وفي اختصاصيين بيعالجوها. اذا صار في يعني الواحد انتقل من مرحله يعني الاعتراف عمليه طمره او اخفائها او تجاهلها لعملية الاعتراف انه لا في مشكلة هذه، وهي المشكلة لها علاج مثل اي مرض تاني ومثل اي آفة تانية. وفي مراكز يعني وفي مؤسسات بالجالية، حتى يعني بغياب هذه المؤسسات عن المراكز الدينية او المراكز الاسلامية موجودة يعني بالجالية. يعني اكسس عنده المقدرة على معالجتها، هايب عنده المقدرة على معالجتها. هلا بالنسبة لدور العجزة كان عم ينحكي بهذا الموضوع على مسألة يعني تكون مسألة خاصة أو يعني استثمار خاص أو استثمار بين القطاع الخاص والقطاع العام، بس لحد هلا بعد ما تبلور شيء من هالقبيل. ويعني ما فينا نحن نحمل تبعاته لرجال الدين، بس بدنا نحمله للجيل ككل، ونحن منهم. يعني نحن كمان بنتحمل جزء من هذه المسألة، لأنه حقيقة صرنا عم نعاني كجاليات. وكنا يعني دائما الواحد كان يتأمل أنه يجي مثلا على أمريكا أو غير أمريكا 10-15 سنة ويحمل حاله ويزبط وضعه الاقتصادي ويرجع على البلد. يعني هلا صارت يعني من الماضي. أبنائنا أحفادنا وبعض الحالات أحفادنا كمان صاروا هون، وصارت جذورنا ممتدة بهالوطن الأمريكي مثل ما ممتدة بلبنان. ولا شك إنه في جزء كبير من المسنين والطعمين بالسن هون بحاجة لعناية ولرعاية، بحاجة للمصحات،
ومفترض أن يصير يعني نوع من التخطيط والتعاون لتأمين يعني دول عجزة. وأنا بوافقك أنه إيه عم ينصرف مبالغ يعني ضخمة على مراكز إسلامية، وأحيانا لا يبعد الواحد عن الآخر أكثر من 2 مايل أو 3 مايل. فيعني هذا نوع من بعتقد رجال الدين لازم يلاقوا فتوى معينة لحتى يوقفوا هذا المجلس. رجال الدين مش لي بالناس. انا عاده يعني بكل صراحه بقول لك لازم يلاقوا لها حل رجال الدين، انه ما بجوز تضل القصه ماشي هيك، ما بجوز تضل هذا التنافس اللي كنت عم بحكي قبل شوي عنه. يعني حتى بالدين يعني ما يعني مثل ما يقال يعني شو اسمه يعني التبذير حرام حتى في الوضوء، وهذا من نوع التبذير. يعني بناء كل هالمؤسسات هذه من نوع التبذير. فاذا اني مش وعيد لهالمساله مفترض ياخذوا بعين الاعتبار. بالضبط يعني ما ما ما, ما رح نتخطى ولا شيء، رح نقولها مثل ما هي. بكل وجع صديقي، الفساد استشرى في لبنان لدرجه ان طال القضاء، ونعرف نتابع ما يجري. لماذا ليس هناك فساد في القضاء الامريكي؟ هل من وصفة سحرية ممكن تعلمنا إياها لنعلم لبنان فيه حتى هل هناك دور ما لوزارة العدل في تشريعات معينة تعيق أو تمنع أن يدخل الفساد إلى لا دكتور علي؟ حقيقة المسألة كثير سهلة، وبعتقد لبنان الفساد بالقضاء مش لأنه القضاء يعني فاسد أو في شو اسمه وصفة سحرية للموضوع. إذا كان في فصل حقيقي للسلطات بطبيعة الحال بينتهي وبتنتهي التدخلات السياسية بالقضاء، ويكون في محاسبة وشفافية بالموضوع. القانون اللبناني مش قانون سيء، يمكن قانون بده تطوير أكثر، وهذا والقضاة اللبنانيين بمعظمهم مش قضاة سيئين أبدا بالعكس، ولكن التدخلات السياسية وتسييس القضاء هو اللي بيخلي بيفسدوا للقضاء. يعني بالأمريكا في فصل حقيقي للسلطات، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، وكل سلطة في ناس يعني في محاسبة وفي هذا. يعني مثلا المجلس الأعلى للقضاء بلبنان مفترض أنه يكون هو المشرف واللي بيحاسب القضاء، ولكن التدخلات السياسية وطريقة المحاصصة الطائفية والمذهبية الموجودة بالبلد راح تفسد اي قضاء بغض النظر عن القانون. لانه مثل ما بتعرف دكتور علي بلبنان حتى القانون بالسلطه الاجرائيه التنفيذيه والسلطه التشريعيه كمان بنحط على الرف، طالما هن متفقين يعني القيمين على البلد متفقين هن بين بعضهم حتى بخالفوا القانون وبياخذوك بدهاليز العرف والتقليد وصار هون هيك وصار هون هيك. لا يعني اذا في فصل حقيقي للسلطات وبتنتهي قصة اللي بصير في قانون مدني عصري ابتداء من قانون الانتخابات وغيره، وبصير في فصل حقيقي للسلطات وفي محاسبة، ما بصير اللي عم بصير بلبنان. يعني ما بدها وصفة سحرية، ونحن ما رح نخترع شيء مش موجود بأي محل تاني. بأمريكا مثلا إذا محامي بيغلط في Attorney Grievance Commission بيتقدم دعوة، بيجوا بيحققوا بيطالعوا بيشوفوا وبيعاقبوا. إذا قاضي بيغلط نفس الشيء، في عندك Judicial Tenure Commission، ويمكن ناس كثير ما بيعرفوا بينعمل قاضي مثلا كل سنة، بتجي اللجنة المكلفة بمراقبة القضاء، بيجوا مثلا خلينا ناخذ محكمة ديربول كمثال، بيجوا بنقوا كذا ملف من هالملفات للقاضي سلامي، للقاضي سامرز، للقاضي هانت، بياخذوهم بيطلعوهم بيشوفوا بدون ما يطلعوا على الاسماء، مثلا هذا الجرم هون مماثل للجرم هون، هذا الركض هون مماثل للركض هون، هل الاثنين انحكموا بنفس الطريقه ولا كل واحد انحكم شكل؟ واذا في قاضي بين انه عم بيميز خلينا نقول انا من اصول عربيه، في قاضي مثلا من اصول بدنا نقول ايطاليه، اذا لقوا انه عم بيميز الايطالي عن العربي او العربي عن الاسود، هذا طبعا بينعمل جدولي وبينفذ قدام اللجنه القضائيه وبيتحاسب، واحيانا يعني بيتوقف عن العمل لمده بدون دفع بدون اجور،
وإذا كانت الجرم أكبر من هيك حتى يعزل من السلك القضائي. كل سنة بتجي هذه اللجنة بتفوت على كل المحاكم وعلى كل هذا وبياخذوا ملفات يعني مثل عينات من كل قاضي وبيطلعوا عليهم إنه هل عم بصير تمييز ضد فئة أو مع فئة، هو عم بصير شو اسمه تساهل مع شخص معين ومش مع شخص معين، هو عم بصير تساهل مع شركة معينة مش مع شركة معينة، هل القضاة عم بيميزوا ملكين الأبنية والهذا عن المستأجرين، بيطلعوا بيشوفوا الأحكام هذا وبصير مراجعة ومحاسبة وشفافية. فإذا تبقت هذه بأي بلد من العالم بصير القاضي يضطر يعني حتى إذا هو عنده نزعة معينة يضطر لا يكون شو اسمه ليش مضبوط. نسأل بس سؤال أخير بعدين نشوف الإخوان، الهوية العربية قديش برأيك ضروري أن نحافظ عليها ضمن إطار الجاليات العربية، وهل هذا واجب يقوم به الفرد بنفسه أو واجب مؤسساتي؟ يعني الحفاظ على الهوية كمان بتصير مسألة قرار عند الشخص، قديش بيندمج بالمجتمع وقديش بيندمج بالجالية. ونحن قلنا ونرجع بنقول إنه الأشخاص اللي بينسرقوا عن مجتمعاتهم وعن جالياتهم لابد بعد فترة من الزمن يعني يدوبوا وينصهروا يعني وكلمتهم تنتهي كعنصر فاعل بالجالي وبالمجتمع. فالمحافظة على الهوية وشيء كتير مهم إنه القانون الأمريكي بيشجع الناس على طبعاً الانصهار للمجتمع الأكبر وبنفس الوقت بالمحافظة على هويتهم وتواصلهم مع بلادهم، لأنه الدولة الأمريكية بتعتبر إنه كل مكان في جاليات يعني أثنية وعرقية موجودة بأمريكا وهي على تواصل مع بلادها ممكن تنقل هذه الثقافة الأمريكية على بلادها، وممكن إنه لهالسبب بتلاقي إنه رغم الشوائب التي تعتبر السياسة الخارجية الأمريكية ورغم الظلم اللي بتفرض السياسة الخارجية الأمريكية على خصوصا شعوبنا بالشرق الأوسط بشكل عام والشعوب العربية بشكل خاص ومن الشعب الفلسطيني، بتلاحظ إنه يعني بضل في ميول لأمريكا وميول للغرب أكثر من الشرق. فهذه كمان نتيجة التواصل اللي عم بصير ونتيجة الثقافة. يعني في ناس بيحبوا إذا في اسرق مصطلح نبيه المرجي ثقافة الكوكا كولا والوجبات السريعة غزت العالم، ثقافة الجينز غزت العالم. فهذه الثقافة يعني موجودة وحية وفيها حيوية. فبتلاحظ إنه يعني الأمريكان ما بيتحسسوا من إنك أنت تحافظ على هويتك الأصلية وعلى ترابطك وتواصلك بالبلد. أنا بتذكر يمكن بال 1957 الله يرحمه ما يقدرني اختير من قبل وزارة الخارجية الأمريكية لينزل على لبنان وقت اللي كان الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو يعني بمد وكان في المد الشيوعي عم ينتشر بالبلاد العربية ليقول لهم انه لا يعني هذا نموذج من العرب اللي بيروح على أمريكا وبينجحوا وهذا ونحن ما بنميز ولا آخره، لحتى يعني يشدوا عصب الناس اللي عنده الميول الغربية لأمريكا. فأمريكا حساسة بالنسبة للموضوع، ما عندها معارضة انك انت تكون على ارتباط بالبلد بس طبعا ضمن ما يخدم السياسة الخارجية الأمريكية. وللأسف هذه السياسة مثل ما قلنا بالنسبة لحق شعوب تضامني. اخوان اذا حدا عندكم مش الاخوان عنده اي سؤال السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ سالم، بالنسبه للاسلاموفوبيا ريشال بروفايلينج، بتعرف جالي العربيه الامريكيه بامريكا كلها بشكل عام بس مش هيك، هلا بتفوت ثرو ذا البر والجو والبحر، فهل يعني مستجدات لينوا شيء بهالموضوع مؤسسات الدوله الامريكيه للمجال هذا ولا بعد؟ يعني هي هذه ثقافة ما يسمى مصطلح على تسميته المحافظين الجدد أو نيو كونسرفاتيفز اللي هم هودي شجعوا هذه نزعة الريشال بروفايلينج وشجعوا على يعني مراقبة الشعوب
او خصوصا المسلمين، طبعا ارتدادات 11 ايلول واللي صار، مع العلم انه في الف عديدة استفهام على قصه 11 ايلول. صابنا ب 11 ايلول مثل ما صابنا باغتيال الرئيس كندي، يعني ما رح توصل للحقيقه وما رح تعرفها وين، وصار واضح يعني، ونحن ما عم نقول شيء جديد يعني، باعتراف هيلاري كلينتون وباعتراف دونالد ترامب وباعتراف عدد كبير انه نحن عم نمول الارهاب وعم نشجع الارهاب ليخدم مصالح للسياسه الخارجيه الامريكيه، صار واضح هذا الشيء يعني، ما احنا ما عم نخترعه وما عم نقوله، هن عم بيقولوه. فخوفا من انه يصير ارتجاج ثاني بامريكا على غرار اللي صار ب 11 ايلول ويرجع الارهاب يعني يهبط الامريكان مثل ما صار اول مره، فعم بصير هذا. وطبعا تشجيع نزعه التطرف اللي عم تخدم شد العصب الابيض اذا بدك، وعم بتعود ببعض الفائده على المحافظين الجدد، راح تضل مساله الريشال بروفايلينج ماشي، مش ماشي بس على العرب على فكره، حتى يعني الافرو امريكانز او اللي بيتحدروا من اصول افريقيه يعني عم بيعانوا منها، يمكن مش بالشكل الظاهر اللي نحن عم نعاني منه، لانه نحن بنسافر على بلادنا وبنرجع، هن ما بيتعرضوا لهالحمله بالمطارات وهذا، بس على مستوى البلد طبعا في موجه تطرف عنصري، وبعد هذه النزعه ماشي، وانا برايي رح تشتد ما رح تخف، ممكن ظاهريا تخف، ممكن هلا ايقان الاداره الامريكيه انه تعقيدات على الهجره عم بتضر بالاقتصاد، لانه مثل ما بتعرف استاذ عيد في باب من ابواب الهجره اللي هو اسمه البرين درين او استقطاب العقول والادمغه اللي عندها تفوق بال outstanding abilities in the arts and sciences، بالعلوم الاجتماعيه والعلوم العلوم الطبيعيه عفوا بالعلوم الطبيعيه والرياضيات، استقطابهم من بقيه بلاد العالم. اليوم اللي هو كل ما عم تتوسع يوم بعد يوم بين الاجيال الناشئه بالصين بالهند بكوريا الجنوبيه وبعدد من دول العالم الثالث بما فيهم مصر بالتحديد. عملية التعقيد أو بلشت تضر بالاقتصاد الأمريكي، ما عاد عم يقدر يستقطب هالأدمغة من برا، وعم بيعاني من نقص. إذا بتلاحظ إنه بلشت مثلا الصين بال 5G وبال 6G 6 generation رح يبلشوا، فالأمريكان هلا في أصوات كثير عم بتقول انه هذه العمليه عم بتضر بامريكا، امريكا ما لازم تعقد على الدول الثانيه، بالعكس امريكا لازم تتنافس معهم بشكل بناء. فهلا نحن فقدنا القدره على التنافس البناء مع الصين، مع كوريا الجنوبيه، مع اليابان، مع روس الى حد ما، وبدال ما نحاول انه نعود نستعيد قدره التنافس البناء معهم، شو عم نعمل؟ عم نحاول نحط الوصي بدواليبهم، عم نحاول ناخرهم بدال ما نحاول نتفوق عليهم. الجامعات الصينية بلشت ترصد مبالغ طائلة للبحث بالمختبرات وبالجامعات اللي هذه كانت بتميز وبتفوق في أمريكا. كل ما أمريكا عم بتخصص مليارات للتسليح وللإنتاج أسلحة متطورة أكثر، وعم بتخفف المنح البحوث بالجامعات، كل ما عم تتأخر لورا. وهلأ عملية استقطاب الأدمغة من برا عالم نقص شديد. فهلا الديمقراطيين، وطبعا انا ما عم ميز الديمقراطيين عن الجمهوريين، الديمقراطيين عندهم توجه انه لا لازم نرجع نشجع الهجره وخصوصا هجره الادمغه لامريكا. الجمهوريين بعضهم عم بيعتبروا انه ما فينا نحن نفتح باب الهجره هذا ونترك الابواب الثانيه، فلازم نوصل لحل معين. يعطيك العافيه استاذ، شكرا استاذ علي على الدعوه. انا سؤالي ابو لاحظت انه بدي ازيد يعني على اللي انت قلته بالنسبه لكثره المراكز الاسلاميه، بس انا بدي اكون دقيق انه المراكز الاسلاميه طبعا كثيره دينيه، ومراكز اجتماعيه كمان على الاحضار، ومراكز غير ربحيه بتاخذ مصاري من الدوله جرانتس تنصرف مفروض على الجيل كمان غرام هيئه، والمؤسسات المفروض تدافع عن حقوق الانسان كمان عم بتزيد كل سنه، وبنشوف جراند اوبننجز وهذا بيفتح وهذا بيفتح، كمان بيجيبوا جراندز من الدوله. هلا السؤال
ومؤسسات سياسيه كمان، المنظمات السياسيه بتقول لك ادعم فلان ادعم فلان، وكمان على تقسم الجيل الاخر، وهيدي منظمه تابعه لهيدا البلد وهيدي منظمه تابعه لهيدا البلد. هلا هون السؤال انه نحن لحد الان ما قدرنا نحل مشكله واحد رايح يجيب شخص من المطار واقف برا بيجي بيسحبوا له سيارته، بعده ما سحبها بنزلها من التو تراك بعطيه مصاري بدك اياها. ما قادرين نحن نوقف التحقيق مع الناس المسافرين لنقول له برا عن لبنان او غير لبنان، لا بالروحه ولا بالرجعه. نفس الاشخاص بيروح بالسينما اثنين ثلاثه بتوقفوا اربع ساعات بتحقق معهم، لا قادرين نحل أزمة سير حوادث السير المميتة اللي هي مفروض تكنولوجيا هلا والكاميرات، اللي أنا شخصيا دعيت لها لحد كاميرات بكل الشوارع بتنوصل كلها بالبوليس ستيشن لتتم مراقبة الشوارع، رفضوا يعملوها هيدي من زمان. ولا قادرين نحل قصة الناس اللي بتفوت على البيوت وتكسر البيوت وبتسرق البيوت وبتقتل الناس والى آخره. ونفس الشيء لا قادرين نحط قصة المخدرات اللي هي عم بتزيد أسبوعيا يوميا، ونفس الشيء الاولاد عم يقتلوا حالهم او شنقهم او بالهواس او باشياء ثانيه، عندهم مشاكل نفسيه. وحكى الاستاذ على قصه الطلاق. وهيدي المشاكل ولا اي وحده منهم قدرنا ننفع المجتمع فيها كجيل. على المستوى الشخصي كلنا كنا ناجحين، كنا تعلمنا ووظفنا وصلنا للمراكز اللي احنا فيها بشهادتنا، يعني مش بحدا والله اجى ودعمنا مثل ما قلنا من يومين. فانا حسب يعني حسب اللي بعرف هذا السؤال او التعليق، انه لو قعدنا نحن كجيلي حنضلنا ساكتين وما نحاسب الناس اللي هي يعني واحد مثلا وقف بالمطار ما فيك تسال عنه، ليجي امر من ستيت ديبارتمنت اربع ساعات بحيث يطلعوا نفس الشخص ونفس المشكله. يعني على قصه كتاب في صور جنسيه للاولاد تحت العمر، حيصير في حرب بالمدينه، الناس كانت تذبح البعض. نحن بنبدأ نحن جالية قوية، كتاب من مكتب ما قدرنا نقيمه، هذا يقول مع وهذا يقول ضد. يعني حتى إذا وصلنا للمراكز بدنا نوصلها نحن ما نقدر نفيد جاليتنا غير بالصور وبالفيسبوك وبالأكل وإلى آخره. فما بعرف إذا هذا سؤال أو تعليق وما بعرف شو بتحب تقول. هلا ما بعرف اذا السؤال كان موجه للدكتور علي ولا موجه لي، بس خليني اجاوبك. يعني هلا انا بدي اخذني بسؤالك لحافظ ابراهيم. حافظ ابراهيم بيقول: ما رايتك الشرقيين رجالا تكمن القوه في افرادهم ويظهر الضعف في مجموعهم. بكل الاحوال جيلي ناجحه، ونحن نعتز حقيقه بالنجاحات اللي عم تحققها الجيلي على كل المستويات وخصوصا بالمنحى الفردي. لحد هلا نحن كجيلي حقيقه فشلنا في تاسيس اللوبيات اللي ممكن هي تتبنى قضايانا وتمشي فيها، فشلنا في جمع شملنا واعطاء يعني هويه لنا، بعدنا مقسمين على خطوط وعلى شو اسمه مسائل مذهبيه ودينيه وقطريه اذا بدك والف شغله. فهذه حقيقه مشكله يعني، واللي تفضل فيه الدكتور علي وكنا عم نحكي المراكز الاسلاميه كمان، هذا ينسحب على المراكز الاجتماعيه وغير المراكز الاجتماعيه والى اخره. هلا كيف فينا نعالج هي المشكله؟ هذا بده يصير قرار، بده يصير في يعني النخب الجيليه هي المسؤوله انه تنظم حالها وتوحد صفوفها وبعدين تحاول تقود الجيليه لشاطئ الامان. وهذه مساله كثير صعبه وفيها كثير يعني تحديات وبدها تاخذ وقت. بالنسبه لقضيه عمليه السير خليني اعقب عليها، خصوصا بمدينه ديربون. اللي عم بصير بمدينه ديربون انه بفتره من الفترات قل وجود رجال الشرطه بالنسبه لمسائل السير، وصار يعني نوع من حرف الانتباه لقصة الجريمة والدرافز وغيرها وغيرها، لأنه كانت بتفشي وبعدها بتفشي بشكل كبير. هلأ عن جديد المدينة حصلت على قرض أو مش قرض، بتحت على هبة من الستيت
وقدرت تحط رجال بوليس أكثر ورجال شرطة أكثر على الشوارع. وحقيقة بهالفترة هذه يعني انكتب مخالفات سير بأول شهر من السنة أكثر من 3-4 أشهر من السنة الماضية. وعم بصير تشديد على مخالفات السير. بس مسألة ديربورن، هي منطقة الوصل بين ديترويت وبين الضواحي الغربية ومسألة الترانزيت. ومعظم اللي عم بيخالفوا السير مش بالضرورة يعني بمدينة ديربورن، بس بيستعملوا ديربورن كترانزيت سيتي. وعم بصير تشديد عليهم، عم بصير الغرامات رفعت والتشديد عم بصير. وعم نلاحظ انه بلش تدريجيا، بدها شوية وقت القصة بس بلش تدريجيا. قصة الكاميرات بالشوارع وهي ما دونها مسألة تمويل غير متوفرة هلا، ومسألة في مسائل قانونية، وفي مسائل قانونية بدها تتعالج قبل ما تتركب الكاميرات. وهذا وقديش مدى فعاليتها رح يكون، وقديش ممكن انه تؤدي لكونفكشنز، وقديش ممكن تؤدي ل يعني احتجاج على التيكت اللي بينعطى عبر الكاميرا. وهل الكاميرا بدها تكون بشكل انه يتعدى على خصوصية الشخص الموجود بسيارته وعم يعمل شيء. ففي مسائل قانونية بتعالج قبل ما تمشي بهذا الموضوع. عم يدرس هلا، واعتقد يمكن ميشيغان ستيت بوليس قطع شوط كبير بمسألة كاميرات بتقرا اللايسنس بليتس على الهايويز وعلى المناطق اللي عم بصير فيها حوادث كبير، وبيمشوا من اللايسنس بليت ليعرفوا الشخص اللي كان عم بيسوق السياره بهذاك الوقت. فهيدي بعتقد رح يكون ناجحه ورح تخفف من هي العمليه، بس طبعا بدها شويه وقت. بالنسبه لقضيه الادمان، وللاسف قبل شوي دكتور علي كان عم يحكي عن الصياطي وعن الدكاتره. للاسف يعني في الى حد ما صاير عنا، وللاسف بقولها بمراره، ونوع من المافيا بيشترك فيها عدد من الدكاتره، عدد من الصيادله اللي عم بيأمنوا الوصفات وعم بيأمنوا البريسكريبشن دراجز لهول الناس ولهالتين ايجرز، وعم يعطوهم اياها وهني على معرفه انه هودي ما عم يستخدموها لاغراض طبيه. واوقات وقت بصير نقاش بيحاولوا يبرروا لك انه الكحول مشروع والمروانه شرعوها، وهودي البين كيلرز يعني ما راح توقف القصه عنده. بس ما بيعرفوا انه هذا الادمان اللي عم بيمارسوه هودي بالبريسكربشن دراجز او البين كيلرز بيوصل المدمن لمرحله، ويمكن الدكاترة بيفيدوا أكثر بهذا الموضوع، إنه ما بتعود تعطيه النتيجة المفعولة المطلوبة. بصير يمزجها مع انرجي درينك، وبعد شوي بيتطور أكثر بصير بده كوكين، وبعد الكوكين هيروين. والهيروين هلا عم يعني في بعض المحلات ما رح أذكرها عم بصير في تبادل. يعني عم يجي الشخص بيوقف تقريب سيارته بيمشي التاني من حده، بيعمل حاله عم بيعبي جاز او عم يعمل شيء، بيسلمه وبيستلمه وبيمشي. وفي هودي صاروا تحت المراقبه بمدينه ديربورن بشكل خاص. وانا يعني بقول لك معدل يمكن شهري اكثر من 10 وورنتس انا لحالي عم وقعهم لحتى يحطوا تراكرز على السيارات ولحتى يعني يعتقلوا اللي عم بيقوموا فيها العمليه. فهذه مساله مثل ما قلنا مخاط الانصهار. انت تلقائيا كجيلية صرت جزء من هذه الجيلية الاكبر اللي هي مجتمع امريكي، وبدك تعاني من نفس الاعراض ومن نفس الالام ومن نفس الافات الاجتماعيه اللي عم بيعاني المجتمع فيها ككل. يعني لوقت من الاوقات كان الشخص يحس انه هو متحصن وراء معتقداته الدينيه، متحصن وراء العادات والتقاليد والمجتمع، التثقيف والوعي اللي هي الاهم. وهذا كله ببلش بالبيت. يعني عم نلاحظ بالجيلي وللأسف انه في اهالي الطلاب، يعني اهالي الطلاب ما عم يتعاونوا مع ادارات المدارس، وصارت معظم ادارات المدارس عرب امريكيين، ومعظم الستاف عرب امريكيين ما عم يتعاونوا معهم. وكأنه يعني خلينا نقول عم بيحطوا
اولادهم وكانوا عم بيعملوا المدرسه كداي كير او كتشايلد كير فاسيلتي، بيتركوا اولادهم وبيحملوا حالهم بفندق، بيعتبروا ان الاستاذ لازم يربيهم ويعلمهم ويقدمهم ويهذبهم، وهذه مسائل ما راح تصير. كله ببلش بالبيت، ومن البيت المدرسه بتقوم بدورها والمؤسسات بتقوم بدورها. فاذا ما بلشنا بالبيت معناته كفى المؤمنين شر القتال. يعطيكم العافيه. دكتور علي بدي احييك، احيي المركز العربي الامريكي على الخطوه كثير جريئه لطرح هيك مواضيع، وخير ضيف باول حلقه هو سعاده القاضي الدكتور سيد السلامي. بحييكم كثير الاخ رمزي واللي طرحوا يعني هذه المواضيع. بترجع شوي لقصه الهويه والانتماء، مشكلة كبيرة عم نعاني منها اليوم، كنا بالحديث كمان جزء منه، انه في كثير من اولادنا هون بيطلعوا بهالبلد هيدا فيش عندهم هوية لبنانية، يعني هيدا تقصير من الاهل وتقصير كمان حتى البيروقراطية بتلعب دور كبير، حيث القنصلية او السفارة اللي موجودة بامريكا او القنصلية اللي موجودة هون. فبتمنى انه الموضوع هذا يكون على جدول لقاءات مقبلة كمان لحتى يصير في وعي، لأنه وقت بدك تتعلم بدنا معنى الانتماء يكون عنده هوية، اللي ما عندوش هوية نحن جيلنا يمكن حافظنا على الموضوع هذا بعدنا نسجل أولادنا، بس أولادنا بيطلعوا بدون هوية، إنه عارف يقولوا أنا عربي أو أنا لبناني أو أنا واحد. سو بتمنى إنه تاخذ الموضوع هذا بعين الاعتبار. وقصة الانتماء يعني هذه مع الأسف إنه بالمستقبل رح كثير اولادنا يعانوا منها، لمين بدهم ينتموا؟ لطائفه او لزعيم او لكذا او لهالشغلات هيدي. بعتقد اهم شيء انه نعلم اولادنا الانتماء لهيدا البلد اللي اعطانا فرص كثيره لالنا نحن لابائنا ولالنا، وان شاء الله نعطيها لاولادنا انه يقدروا يكونوا ويعيشوا بالبلد. كلنا بدي اقول انه خليكم خليك دكتور علي حد القاضي كمان، يعني كثير حوار مهم وان شاء الله انه نضل على تواصل وتطلع مجاعه. شكرا. شكرا شكرا استاذ حسن. انا بدي اتشكرك، انا متمنى يعني سهره معك انيسه وطول، بس بدي اقول لك شغله الاستاذ حسن بالنسبه لموضوع الاصليه موضوع التسجيل. انا بتذكر لما كنت انصر عامه كنت خانق العالم ولعمي ما راح تخسروا شيء، في حدا بيقول لي يا خيي اي ام ان امريكان سيتيزن، يا خيي والله على راسك ما حدا ضد انك تكون معك هويه امريكيه، بس ما تنسى انك انت من اصل لبناني. كنت خانق الناس لتسجل. It all starts at home. أنا بدي أشكرك. شكرا جزيلا. أنا أشكرك على الاستضافة، والله يقويكم، وأي شيء نحن فينا نقدمه نحن بالخدمة. طبعا بتشكر كل الإخوان. شكرا. وإلى اللقاء كل أول أربعاء في الشهر. السلام عليكم.